المغرب مظاهرة هنا غير خاوية. أنا كنقترح عليهم ينزلوا الكراسي اللي في الحكومة خاوية ديكور، الكراسي اللي في البرلمان ديكور، ويديهم المستشفيات والمدارس أحسن ما يبقاو خاويين في مؤسسات ديال الديكور. والحكم كاين جهة أخرى، توقفوا من خرجوا من البرلمان. أش كديروا في البرلمان؟ هذا ديكور يطفي الشرعية على نظام غير شرعي. يمشيو يترشحوا هاد الحكام في اسرائيل لنا مدافعوا جوع وغزه. اسيدي علاش حنا انت تقول لنا ما نضامنوش مع المقاومه في لبنان؟ شي حزب واش انا شغلي؟ حتى السنه في العراق قاوموا. هذه لعبه، هذه لعبه، لان اكبر ضربه غادي تكون توجع امريكا واسرائيل هي التضامن ما بين كل شيء الشيعه والسنه، وهذا لان الامر يتعلق بالمقاومه. انا ماشي واحد سيد مقاوم يقول لي انت منين مع من باش تقاوم؟ انت شيعي؟ لا 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 اسيدي، انا مع حزب الله، انا مع المقاومه اللبنانيه، انا مع المقاومه في العراق، والمقاومه ديال السنه في العراق هي اللي نورت الطريق للبنان. شكون اللي زعزع؟ شكون اللي عطى المثال بصمود المقاومه في العراق؟ هادو كلهم اللي كتشوفوا فيهم هادوك عرب ديال امريكا. اذا كنحضروا اليوم هنا وكننبهوا، وكننبهوا بعضنا البعض، اما الديكتاتور راه ما تنبهوش، ما باغيش يتنبه، تيبان مجرور ولا هربان عادي يقول فهمتكم. باش فهمتي صافي، حتى حنا فهمناك سير بحالك مزيان. انا عندي واحد الكلمه لان غنمشي للدار البيضاء عاوتاني. عندنا دابا هذاك الرئيس ديال تونس راه في السجن في السعوديه، وانا اللي كيعجبني السعوديه حتى هما كيديروا تصريحات تيقول خص هذا الشيء في مصر بحال هما بلد ديمقراطي ما كاين حتى شي مشكل. التصريح ديال هذاك انا بيني وبينك ذاك البلد اي وهذا الشيء ديال هذاك الفيزيائي والكيميائي هذاك الشيء كله الثوره هي اللي خصها تمشي في واحد الاتجاه، لان هذه سرقه، سرقه موصوفه، لان من الاول كيبدا يديروا البديل بحال هذا حيدتي واحد، لان امريكا اليوم بغات تحيد الفساد الاكبر ودير فساد شويه مزيان، لان هذوك عيقوا. كيقول لك مثلا نسرق 70 مليار دولار والفقر فقير في مصر والناس كتبات في المقابر، وهذاك ولده جمال يعني تيمنا بجمال، وهذا حرام يسمي ولده جمال. 70 مليار دولار معناه ان المديونيه ديال المغرب العربي كله، وحنا تنقولوا حتى في بلادنا، حتى في بلادنا باش ما نبقوش نديروا اسقاطات ونبداو نقولوا وهذا وحنا راه لا تونس لا راه هنا كاينين الناس اللي سارقين الملايير ديال ارزاق المغاربه، واخطر من هذا سارقين الحريه ديال المغاربه. وحنا ما غاديش نتراجعوا اللور، خصنا نلتحموا كلنا مع الشعب ديالنا. الحريه لا تهدى بل تنتزع انتزاعا. هذه كلمه خريف الاستبداد العربي يتواصل اليوم بسقوط الفرعون لمصر الاخير اسوه بزميله التونسي، لكي تتاكد باقي قبائل الاستبداد وعشائره ان البقاء او الزوال رهين بالاجابه عن سؤال اساسي هو من اين يستمد النظام شرعيته؟ اخطا المستبدون العرب فاجابوا ان الشرعيه تستمد من الاستقواء بالاجنبي على شعوبهم والاحتماء بالمظلة الأمريكية كما قلت المتقوبة. أجابوا أن الشرعية تستمد من التمسك بمسلسل التطبيع المشوب بالمدلة والهوان مع الكيان الصهيوني، وتحولوا رجال مطافئ لاحتواء الانتفاضات الفلسطينية والعربية بالنيابة عن إسرائيل. أجابوا أن الشرعية تستمد من التلويح بفزاعة الخطر الإسلامي المزعوم. هاد القضيه ديال كيخلعوا اوروبا والعالم خطر الاسلامي هادي غير باش يبقاو مستبدين، وحتى هاد القضيه تفضحات، هاد القضيه اليوم مفضوحه. الخطر هو هما، الخطر هو اسرائيل، الخطر هو امريكا، الخطر هو الاستعمار الجديد، الخطر هو هاد الانظمه المتمسكه باهداف امريكا. اجابوا ان الشرعيه كما قلت ولوحوا بفزاعه الخطر الاسلامي المزعوم، حيث نصب المستبدون العرب أنفسهم دركيين يقيمون الحواجز والمتاريس ونقاط التفتيش حتى لا تمس
تمس نار الغضب الشعبي مصالح الغرب المعلنه والسريه. حنا كنديروا وقفه حدا قنصليه والسفاره الامريكيه، كنشوف مثلا كيدور مدارس حتى في امريكا نفسها كيقربوا بزاف البيت الابيض. حنا 5 كيلومتر كنقولوا امريكا والقنصليه بعيده ليه. هذه الاساطير المؤسسه للاستبداد العربي سقطت الواحده بعد الاخرى اخواتي الاخوه. وكان رهان من تبقى من المستبدين العرب على فشل الثورتين التونسيه والمصريه، وسقط هذا الرهان بدوره بعد فرار الفرعون. ولم يعد هناك من رهان اخر سوى الاعتراف بان الشرعيه تستمد من الشعب ومن الشعب وحده. لقد انهزم المستبدون امام سؤال الشرعيه، فهناك بلدان عربيه لم تخض جيوشها اي حرب. دابا دوك السعوديين عندهم 1000 جراد في الضرب، لا معاهم الضرب، نجموا شويه على دوك الحوثيين وصافي، والطيارات ديال الامريكان فين الضرب؟ اذا هادو هاد النياشين ديالهم كلهم خداوها لانهم حاربوا ضد الشعوب ديالهم. الجيوش ديالنا المعارك بعض مثلا الجيش المصري والسوري والفلسطينيين واللبنانيين، اما المباقي كله كيقتل فينا غير حنا. انها انظمه اعتبرت شعوبها اعداء. دابا انا اللي كنشوف هذه الانظمه ديالنا كتعتبرنا حنا اديان، ما عرفتش علاش. كيجي ولد وزير الخارجيه صغير ما كيعرف والو، ما كيعرف حتى شي حاجه، ما عرف الشبان فين كلهم في السجن، فين ما يبغوا يدير وقفه او يدير وحده هذا كيمنعوهم. وهاد الحريه منين جاب هاد وزير الخارجيه؟ حنا في الدنمارك جبت سيبيليفني وراكبه في السيارات ديال الدوله، حنا عارفين هما مصيفطينو باش يبعثوا واحد الميساج. ما بقاوش هاد الميساجات، الا عاود وزير ولد وزير الخارجيه جاب شي صهيوني انا الاول غنهجم عليه. وتقوى عليه استقوى عليه بتيبيلي بني هاد الصهيونية اللي قتلت العلماء العراقيين في باريس، وهي هي بعدا رئيسة ديال الموساد. هاد المغاربة الآن كنقول إلا عاود جبتوا لينا شي صهيوني ماشي ديك المنظمات ديال التضامن، كلشي الشعب المغربي غادي يهجم على هاد الناس لأنهم كيحتقرونا. كيف يعقل الشعب الفلسطيني يذبح، الشعب العراقي يذبح، الشعب اللبناني يذبح، وانت تجيب تسيبيليفني جاهل ديال الخلا ما كتعرف والو، وتولدتي في فمك من العاقه من الذهب. هذا هو الاستفزاز، هذا لا بروفوكاسيون. لقد اعتبرونا اعداء واصدرت في حقهم احكاما، اصدروا في حقنا احكاما نهائيه، كما لو كان الشعب مجرد منحرفين وقطاع طرق. بينما الحقيقة أن الأنظمة العربية لها صوابق عدلية. ما كيشد واحد كيقول جبنا الصوابق العدلية ديالك، أنت درتي ودرتي ودرتي متعارف. للأنظمة صوابق عدلية أيضا، ماشي غير الأفراد. أنظمة إلا جبدنا الدوسي ديالهم غادي يكون قد هاد القاعة، ماشي غير خطف تفاحة ودير الحبس تقول لا لا شفار. عرفتي السيد دار المرة في المارشي بنانة، هذا اللي صار في البلاد. لا ما عندوش صوابق، يعني الناس سارقين. واحد عنده فيرما في المغرب عبروها الناس لقاوها قد المساعد الكويت اللي ناطت عليها الحرب. هنا في المغرب كاين المغرب النافع والمغرب غير النافع، غير النافع لينا والنافع ليهم. حنا بغينا المغرب يكون نافع للشعب المغربي وانتهى القضية. بينما الحقيقة أن الأنظمة العربية لها صوابق عدلية وسجل جناح وجنايات وجرائم سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية تندرج كلها في سياق الجرائم ضد الإنسانية. ودابا بيني وبينكم العالم العربي كله يغلي، والتلفزة ديالنا مقبلة غير مازال هذاك المهرجان الموازين غادي يكون تال الصيف. منوضين نصدعينو زعما ما كاين والو، حنا غادي المهرجان نجيبو فنانين من الميريكان، نجيبو فنانين هذا وغادي نديرو هذا. الموازين مختلة والشعب مظلوم. وهذا غير مكياج، هاد المهرجانات غير مكياج باش يبان البلد مستقر، وهذا استقرار خطير، لان غيبان العكس غدا. وهاد الديكتاتورين خصهم ياخذوا، ما نقول لكم الدرس، غير يشوفوا كيفاش الان اوروبا كتخلى عليهم وامريكا مدلولين. هما اللي كانوا يعني كيدافعوا على امريكا ومصالح امريكا وهذا، وحتى ديك المساعده اللي كيعطوا لمصر. مصر كيعطوا غير الضرائب الامريكيين، كيعطوا تحل من مليار دولار، راه كيشريو بها السلاح كتعطف على الخزينه الامريكيه. راه الشعب المصري هو من بعد كان ديفيد ولا ازدهار في مصر،
ولا ولاو الناس مزيانين، ولا الديمقراطيه، ولا الحريه. اسرائيل تريد ان تستحوذ على الديمقراطيه وحدها في الشرق الاوسط، لان ماشي من المصلحه ديالها تكون البلدان العربيه ديمقراطيه. هي تقول انا وقالها هذاك ليبرمان، قال الان الغرب كيشوف ان البلد الوحيد اللي يقدر يعتمد عليه هو ديمقراطي هو اسرائيل. هذه الورقه ديال الديمقراطيه اللي كتهزها اسرائيل تخاف ان الشعوب العربيه تطور وتولي كلها ديمقراطيه، وغدا تقتلع من الجذور ديال هذا الكيان الصهيوني. فالديمقراطيه لعبه، هي اسرائيل ديمقراطيه غير بيناتهم. ويقول واتا وايران جمهوريه اسلاميه وهذا الاسلام. ايوا سيدي علاش اسرائيل تطالب بدوله يهوديه؟ قال اليهوديه ماشي ديال هذيك ما كتجبدوهاش. علاش اوباما باغي الدار؟ كيقول مبارك ما ضربش المصريين، وما كيقول والو الطائرات اللي كتقتل في غزه، وما كيقول والو اش وقع في افغانستان، اوباما تا باش بغير في مصر. لان نقول لكم علاش، كون وقع هادشي في اليمن ما يديوهاش فيه. حتى هذاك توا ديال اليمن بينو بين من يا رئيس لا والو. هذاك توا هذاك اليمن شحال قديم، راه قبل من التاريخ اليمن كاين، وباقي باقي مزيرهم الان. اليمن راه كان قبل التاريخ، فارسهم في هذاك القرن تما بدوك الجبال ديال سلسله. انا ليت ملي كنهضر بالعربيه الفصحى بزاف كتبان لي القضيه معها، ولكن ما عندي ما ندير، كندوي مع العرب دابا كلهم ما عندي. يسمحوا لي هذه الانظمه صرفت جرائم سياسيه واجتماعيه واقتصاديه وثقافيه تندرج كلها في سياق الجرائم ضد الانسانيه، وكل ذلك امام انظار ولا مبالاه الحلفاء الذين يمدون المستبدين العرب كل مرة بتخريجة تمكنهم من قمع شعوبهم دون حسيب أو رقيب. آخر تلك التخريجات كانت تسمى الحرب ضد الإرهاب. كيفاش دابا أنت كتشد الناس كتقول لهم الإرهاب، وكتستقبل طوني بغير قاتل مليون عراقي، وكتستقبل الصهاينة، وكتجي تسبي لابني أكبر مجرمة، وفي نفس الوقت كتجرع وكتحاكم المغاربة بهذه التهمة. هذا يعني ما يمكنش يقبل العقل. وباسمها امتلأت السجون العربية عن آخرها بالمناضلين الشرفاء الأحرار. فين ما يقول خدمة في واحد ضد النظام تقولوا الإرهاب، فين ما يقول خدمة في حزب تقولوا له الإرهاب. وباسمها امتلأت السجون العربية عن آخرها بالمناضلين الشرفاء الأحرار. وباسمها تم حظر الأحزاب، وباسمها تم اختلاق أحزاب وهمية سطت في رمشة عين على مكاسب تحققت بالدماء على امتداد عقود الرصاص والمنافي والاختفاء القسري وتعطيل الطاقات وتبخيس العمل الحزبي والسياسي وإفراغه من جوهره والأدوار الموكولة إليه. باسم الحرب ضد الإرهاب أيها الأخوات والإخوة، عرف المغرب أغرب محاكمة انتفت فيها كل شروط العدالة والمنطق، وصدر حق الدفاع لكون الأحكام كانت جاهزة باش يعجبوا شي وحدين في غياب ولو دليل مادي واحد بإجماع كافة المنظمات الحقوقية الدولية التي أذهلتها وقائع مسرحية محاكمة المعتقلين السياسيين في إطار ما يسمى بملف شبكة بليف. وربما أنهم حاولوا حبك هذه المحاكمة وتقديمها هدية للحلفاء، لم يطلبوا أصلاً هذا النوع من الهدايا المسمومة. راه حتى النصارى، حتى الغرب، حتى أمريكا كيقولوا لهم عيقتوا، لان ما كيبغوش يكون هادشي مفتوح، بغي يكحلوا لها كيعميوها. وهو ما نجح في فتحه صمود المعتصم والمرواني والرجاله والعبادله والسريتي ونجيبي من ابناء شعبنا المناضلين الاحرار. ولا زال مصطفى النبت من 84 قابعا في السجون، ونطالب جميعا باطلاق سراحه فورا. هادو ابناء الشعب ديالنا وصحابي انا، الى ما هاد الناس طلق السراح ديالهم الان وليس غدا، لان ماشي معقول محاكمه غير عادله ما كايناش تهمه. حتى الغرب ما بقاش باغيكم تشدوا هاد الشيء، حتى هو بغى ينسي هاد الشيء ديال الارهاب. سمعوا التصريحات ديال اوباما، ياك هو الشاف ديالكم. سمعوا التصريحات ديال اوباما. هاد الناس المناضلين وكلهم اصدقاء ديالي، الا ما بغيتوش تلقوهم دخلونا حتى حنا معاهم.